بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني ولسه مع الدروس والعبر المستفادة من هجرة خير البشر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر من مكة إلى المدينة المنورة كانت عناية الله تحيط به. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أهل مكة يقفون أمام باب بيته وأعمى الله أبصارهم، يجيبوا 20 فتى من كل قبيلة واحد وكل واحد معه سيف، ويريدون أن ينقضوا على النبي فيقتلوه ويضربوه ضربة رجل واحد. ليه؟ لأجل أن يقسم دمه في القبائل. أنتوا عايزين تقتلوا النبي، أنتوا عايزين تصيبوا النبي بسوء، طب هو النبي هيخرج أمام أعينكم ولن ترونه، لأن الله سيعمي أبصاركم عن رؤية النور المحمدي صلى الله عليه وسلم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الأبصار فلم يبصره أحد من الكفار. ويقوم يقولوا إيه بقى؟ اللي يجد محمد ويدلنا عليه له 100 من الإبل، يرصد الجوائز والمكافآت. ففي واحد في مكة اسمه سراقة بن مالك أخذ فرسه وخرج يبحث عن النبي وعن صاحبه، يا ترى راح فين، ويمشي في الصحراء ويأتي هنا ويغدو هنا ويروح هنا، حتى وصل إلى رسول الله وإلى الصديق. لما وصل وشاف سيدنا النبي وسيدنا أبو بكر، غاصت قدم فرسه في الأرض في التراب. فرس سراقة بن مالك الأقدام بتاع الفرس غاصت في الرمال ولم يستطع أن يخرج من الرمال، فطلب الأمان من النبي فأعطاه النبي الأمان. خلاص سراقة بن مالك خد الأمان من النبي، مش هيحصل له حاجة. وأم سيدنا النبي مديله بشارة، قال له ماذا أنت فاعل يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ قصر بن هرمز، لأن سراقة أسلم بعد كده. وبالفعل لما فتح الله للمسلمين الفتوحات والبلاد ودخلوا بلاد الفرس والروم، ووقع هرقل، وقع قصر بن هرمز في الأسر، وأخذوا سواري كسرى أعطاها له الصحابة رضي الله عنهم تحقيقا لنبوءة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده درس أيضا بنتعلمه من هذه القصة، أن سراقة رايح يجيب خبر النبي والصديق، ولكن رسول الله عفى عنه العفو عند المقدرة، من شيم العظماء ومن شيم الكبار ومن شيم الأنبياء والصالحين، وهو من شيم سيد النبيين. سيدنا النبي عفى عن سراقة وأطلق سراحه، وعاد سراقة ولم يخبر القوم بأمرهم، وتحققت نبوءة النبي بعد ذلك. كل دي دروس وعبر، يعني بصراحة أنا كنت عايز أخلص الدروس والعبر في هذه الحلقة، ولكنها تستدعي حلقة ثالثة إن شاء الله، عشان نشوف بقى ماذا حصل في الطريق، وإيه الدروس والعبر اللي نتعلمها في الطريق، وإيه الدروس والعبر اللي نستفيدها من كرم أهل المدينة واستضافة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلنا حلقة أخرى في الدروس والعبر إن شاء الله. أشوفكم على خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.